أبدأ معك يا دكتور إسحاق من أتلانتا، لماذا يقول الإعلام الأمريكي أن هذه الانتخابات للتجديد النصفي هي أشرس انتخابات في الداخل الأمريكي منذ فترة؟ ما هي الأسباب؟ نعم، بداية مساء الخير لك أستاذ محمد والضيوف الكرام والمشاهدين الأعزاء، وشكرا لكم على الاستضافة. طبعا يعني هذه من أشرس المعارك لأنها تأتي في خضم أو في جو مشحون نوعا ما. لا تنسى أننا يعني الآن لدينا عدة ملفات ضاغطة في الولايات المتحدة الأمريكية، بما فيها مسألة التضخم، ومؤخرا مسألة الإجهاض التي حكمت فيها المحكمة العليا، بالإضافة إلى الهجرة الغير الشرعية والأداء السياسي والشخصي للرئيس بايدن، وقضية الرئيس ترامب، ومسألة غزو الشرطة لمنزله أو مقامه في مكان إقامته في مارالاغو. وبالتالي طبعا كل هذه الملفات يعني هي ملفات متفجرة كما يقال، ولديها أثر كثير في شحن الجو السياسي والانتخابي في الولايات المتحدة الأمريكية. هذا بالإضافة إلى أن يعني عادة ما تكون الانتخابات النصفية هي كاستفتاء لأداء الرئيس أيا كان. نعم. وتاريخيا يعني هناك شواهد عدة على أن الانتخابات النصفية أدت إلى خسائر معينة في فريق السياسي الذي ينتمي إليه رئيس الجمهورية.